فيجعل للتي لا قرون لها قرونا وتأخذ بحقها من الثانية. نعم. وهذه الآية وإن كان قد جاء ذكر سبب في نزولها إلا أنها تفيد العموم كما قال ابن عباس وأبو العالية محمد بن الحنبية وغيرهم من أئمة التفسير، الآية عامة للبر والفاجر، للبر والفاجر، أي أنها تشمل جميع الأمانات. وسبب نزول الآية فيما جاء في بعض الآثار وجاء من طرق كثيرة ومشهورة مما يدل أن هذه القصة لها أصل، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يوم دخول مكة وفتح مكة فإنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة، وكانت مفاتيح الكعبة عند عثمان ابن طلحة، عثمان ابن طلحة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد أسلم، فطلب منه المفتاح أي مفتاح الكعبة، ففتح الكعبة عليه الصلاة والسلام ودخلها ومسح ما بها من صور، فوجد فيها صورة إبراهيم ومعه الأزلام يستقسم بها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لإبراهيم هذه الأزلام؟ فمحى هذه الصور وكسر الأصنام التي فيها، ثم خرج عليه الصلاة والسلام ورد المفتاح إلى من كان يقوم عليه وهو عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يزال أو لا تزال هذه المفاتيح في أيدي هؤلاء إلى هذا الزمن في هذه السلالة، سلالة عثمان بن طلحة من بني شيبة. فهذا الذي اشتهر أنه السبب في نزول هذه الآية، فإنه عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج طلب بعض الصحابة منه أن يجعل له المفاتيح، فنقل أن ابن عباس ذكر له ذلك أن يجمع له السقاية والمفاتيح والحجابة أي مفاتيح الكعبة، وقيل أن علي رضي الله عنه طلب ذلك، فنادى عثمان ابن طلحة وأعطاه عليه الصلاة والسلام مفاتيح أداء للأمانة. وفي بعض الآثار أنه تلا هذه الآية فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكون هذا سبب نزول الآية لا يمنع من أن تكون مفيدة للعموم، فهي تفيد الأمر بأداء كل الأمانات وردها إلى أصحابها. قال جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القسط بين الناس، أمر عز وجل بالعدل بين الناس وبالقسط بين الناس، الحكم بين الناس بالعدل والقسط وعدم الجور، والجور ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يعدل في حكمه فإن هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة في الجنان. فأمر جل وعلا بالعدل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا يجوز الظلم أو الجور، وهذه الشريعة شريعة عدل، الإسلام شريعة الإسلام شريعة العدل، فهي عادلة وتعدل في كل الأحكام، وكل أحكام الشريعة قائمة على العدل. فإن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق وخلقها بالقسط والعدل، كما قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان فيه إشارة إلى العدل، وهذا لأجل أن يقوم الناس بالقسط، أن يقوم الناس بالقسط. وأمر جل وعلا بالقسط وقال فأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالعدل قد أمر به جل وعلا، وهذه الشريعة شريعة عدل، كلمة التوحيد شريعة كلمة عدل، فلا أحد يستحق العبادة سوى الله تبارك وتعالى. وهكذا أحكام الشريعة في العبادات وفي المعاملات وفي الأحكام وفي الآداب وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الحدود وفي السياسات الشرعية وفي سائر الأحكام كلها شريعة عدل، وليس ما يطلق أن الشريعة الإسلامية شريعة مساواة هذه العبارة فضفاضة، وقد يراد منها غير ما يصح شرعا، قد يراد منها غير ما يصح شرعا، بل الشريعة الإسلامية شريعة عدل، والعدل أدق وأضرب من المساواة، وإن كان المساواة مما تقتضيه الشريعة، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفريق بين المجتمعين والجمع بين المفترقين، لا يجوز أن يجمع بين شيئين وأكثر هي متفرقة، ولا أن يفرق بين ما اجتمع. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام الله أن الشريعة تجعل ما تساوى في حكم واحد وتساوي بين ما استوى في الحكم ومن جميع الجهات، لكن أضبط عبارة أن يقال أن الشريعة شريعة عدل، شريعة عدل. ولهذا فالنداءات التي تنادى وينادى بها هنا وهناك من المساواة بين المرأة والرجل، أو المساواة العرقية، أو المساواة الإنسانية، هذه غير مقررة شرعا. نعم المرأة تساوي الرجل في أحكام، ولكن تخالفه في أحكام أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، ولكن ثمة أحكام تختص بالرجال ليست هي للنساء، وأحكام النساء لا توجد للرجال، ومع ذلك فالرجل أقوى من المرأة كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. نعم. وهكذا أيضا في مسألة المواريث، فالرجل فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا في مسائل أخرى، فلا بد من أهل الانتباه. فلو أن إنسانا أقرض إنسانا ذهبا، أقرضه سلفه على أن يرد له الذهب بعد أجل، فهذا جائز، القرض جائز مشروع، لكن لو باعه الذهب بذهب على أن يعطيه بعد أجل فهل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لو أن إنسان أقرضك عملة صعبة الأورو، كمية من الأورو 1000 أورو أقرضك على أن ترده بعد أجل، جائز إذا حل الأجل ترد له هذا المال، لكن لو باعك 1000 أورو بالمقابل الدينار
هل يبيعك الألف على أن تعطيه بعد أجل؟ ما يجوز هذا، لا بد أن يكون يدا بيد. فلقائي لم يقول العملية واحدة، فالأصل أن يسوى بينهما في الحكم. أقول لا، ليس كذلك، هذا بيع وهذا قرض، والقرض غير البيع من جهات كثيرة. نعم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والله عز وجل مع من عدل في الحكم، مع أهل العدل في الحكم. وفي الحديث الذي رواه الماجد والترمذي والحاكم لأبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني وكذا البزار والبياخي في السنة الكبرى والصغرى، إن الله عز وجل مع القاضي إذا لم يجر، فإذا جار حل بينه وبين الشيطان. وفي رواية إن الله مع القاضي، إن الله عز وجل مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. والحديث صحيح. وأما الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة، هذا رواه الأصبهاني حديثا من طريق أبي هريرة وابن عساكر والديلمي وأبو نعيم، ولا يصح ضعيفا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. نعما هذه مدغمة، أصلها نعمة ما يعظكم، أصلها نعمة ما يعظكم به. وهذا من أنواع إدغام الكبير الوارد في القرآن الكريم، وهذا عند جمهور القضاة نعمة، وإن كان يختلفون في القراءة، منهم من يقرأ بالإدغام الكامل نعمة، ومنهم من يقرأ بالإسكان، ومنهم من يقرأ بالإختلاس. فهو من نوع الإدغام الكبير نعمة، نعمة ما يعظكم، أي نعمة ما يعظكم به جل وعلا هذا الأمر، وهو أداء الأمانات إلى أهلها. إن الله نعمة يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يسمعكم ويبصركم، فيعلم ويرى منكم من يعدل في القضية وفي أحكامه ممن يجور ويظلم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه أيضا آية أخرى فيها، وتتضمن الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا متابعة أولي الأمر بطاعته، لكن في طاعة الله لا في معصية الله عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أمر بطاعة الله بفعل الأمر أطيعوا، وأطيعوا الرسول بفعل الأمر أطيعوا، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم. وهذا فيه إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله جل وعلا ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أهل العلم أن من أسباب أو مما جاء في نزول هذه الآية وفي تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية جماعة من جيش وأمر عليهم واحد، وخرجوا لملاقاة العدو، فاستأمن عليهم أميرا من الأنصار، رجلا من الأنصار، فلما خرجوا قال له أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بل. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب. قال فأوقدوا نارا، أضرموها نارا، فأضرموها نارا، فقال ادخلوها،
عزمت عليكم لتدخلنها. فقال شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، يعني اتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام لتنجوا من النار، فلا تعجلوا حتى نقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يدخلوها حتى جاءوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وأما في المعصية فلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الحديث أن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالسمع والطاعة على الإطلاق ما لم يكن ثمة معصية، فإن كانت معصية فلا سمع وطاعة ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: فأطيعوا الله أي اتبعوا أمره، وكونوا طوع أمره. فالطاعة أدق معنى من الاتباع والامتثال، الطاعة من طوعة أي يكون طواعية لله، طواعية أمر الله، يعني يتبع ويكون طوعا لهذه الأوامر، طوعا لهذه الأوامر. فإذا جاء الأمر لا يتذكر أبدا، لا يتردد ولا يرجع، وكذلك إذا جاء النهي. ومثله أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أولو الأمر فما كان في طاعة الله فإنهم يطاعون، وما كان في معصية الله جل وعلا فإنهم ماذا؟ لا يطاعون. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في معصية الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر أن بعض الصحابة هو عمرو بن العاص حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه لزوم طاعة أولي الأمر، فقال بعض الجالسين لعمرو بن العاص: إن ابن عمك يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا إن أن تكون تجارة عن أفراد منكم الآية، وقوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت عمرو بن العاص ثم قال: أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، يعني لا تطيعه في المعصية، إذا أمر بمعصية فلا تطيعه، إذا أمر بمعصية فلا تطيعه. نعم. والآثار في هذا يعني كثيرة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. قال ابن عباس يعني أهل الفقه والدين، وبه قال مجاهد والعطار حسن البصري وأبو العالية، وقال كذلك أبو العالية هم العلماء. والظاهر أنها تشمل العلماء وتشمل أيضا الأمراء، فقد قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذا يشمل أولو الأمر، يشمل العلماء والأمراء، فيجب طاعة الله جل وعلا واتباع ما جاء به، ما جاء في كتابه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء في سنته، وطاعة أولي الأمر أيضا، بل طاعة أولي الأمر من طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
أما إذا كان من أمور الدنيا ومصالح الناس ومصالح العباد فهذا كذلك يطاعون فيه ما لم يكن في ذلك معصية. ما دام لا معصية في ذلك فإنهم يطاعون كما جاء في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا وقع بينكم التنازع فالرد إلى الله أي إلى كتابه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام أي في حياته، وأما بعد موته فالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية مما احتج بها بعض أهل الوصول على حجية الإجماع. قال إن الله جل وعلا قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، يعني إذا لم تتنازعوا فإجماعكم حجة، إجماعكم حجة، ولا شك أن الإجماع يستند إلى كتاب أو سنة. والرد إلى الله في كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وما دام لا بد التراجع إلى السنة فلا بد من تمحيصها ومعرفة ما صح منها مما لم يصح. ولهذا كان هذا العلم العظيم ألا وهو علم الحديث بجميع ما فيه من الأنواع، علم الحديث رواية ودراية وفي ذلك مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، ويتفرع عنه أيضا علم التاريخ، تاريخ الرجال ومعرفة تراجمهم. هذا كله مما يعني يعين على تمييز الصحيح الضعيف حتى نرجع إلى صحيح السنة ثابتة، لأن الله جل وعلا أمر بأن نرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام التي ثبتت عنه. والسبيل إلى ذلك هذا العلم الذي ألهم الله جل وعلا هذه الأمة بدءا من الصحابة الكرام فمن بعد من التابعين القيام عليه وتأصيل أصوله وتقعيد قواعده. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا من شروط الإيمان، من شروط الإيمان أنه عند التحاكم الرجوع إلى الكتاب والسنة كما سيأتي أو يدل عليه الآيات التي ستأتي بعد، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الخير لكم في الدنيا والآخرة وخير مآل لكم وأحسن مآل، ما تنتبون إليه هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما عند الخصام والنزاع، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة وأحسن مآلا وجزاء وثوابا. ثم قال عز وجل مبينا من لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة بل يتحاكم إلى الطواغيت وإلى غير ما أنزل الله جل وعلا، فقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا إنكار شديد ورد على من يزعم الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام، كما أنه رد على من يزعم الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم. والحال أنه حين التحاكم يطلب بالتحاكم إلى غير شرع الله، إلى قوانين وضعية من وضع البشر الناقص الضعيف القاصر، فأين هذه الدعوة؟ أين محل هذه الدعوة؟ وهي دعوة الإيمان، ما محل صدقها؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا زعم
يعني دعواهم الإيمان سماها جل جلاله زعما، والزعم هو القول الذي لا دليل عليه، والقول الباطل والقول الذي لا دليل عليه والذي يفتقد صاحبه الحجة في إثباته، وهو القول الضعيف والباطل والبعيد. وقد يأتي أحيانا الزعم بمعنى القول الحق، وهنا السياق يدل على أنه قول ودعوى لا دليل عليها ولا حجة تثبتها. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء أظهروا الإسلام وادعوا الإسلام والإيمان، فإن جاء النزاع والحصار تحاكموا إلى فلان وفلان. وقيل أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، ويقول الأنصاري بيني وبينك كعب الأشراف. فقيل نزلت هذه الآية، وقيل إنما نزلت في المنافقين الذين يظهرون الإسلام ولكن يتحاكمون إلى أحكام الجاهلية. والصواب وإن قيل نزلت في هذا فهي تعم الجميع، تعم الجميع، والآية تذم بل وتزعزع وتزلزل دعوى الإيمان لمن يتحاكم في النزاعة والخصام إلى غير شرع الله عز وجل، فتذم من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وذاك هو الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيش هو الطاغوت؟ غير الكتاب والسنة، غير الكتاب والسنة. فما جاء مما فيه الحكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التحاكم في ذلك إلى ما فيهما، وهذان الأصلان لم يتركا شيئا من أمور الدنيا أو من أمور الناس من مصالحهم في الدين والدنيا، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيع والشراء والطلاق والنكاح والخلع والظهار واللعان والإيلاء، وأحكام الاعتداءات، أحكام السرقة وأحكام القتل وأحكام الغدر والخيانة وأحكام الظلم وأحكام البيع والشراء، أحكام الإعارة والوديعة، أحكام القرض، أحكام الحوالة، أنواع التجارات، كل ذلك قد حوته الشريعة. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوى، يعني يهدي لأقوى سبيل. وللإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية هذه كلام عظيم في بيان ما تضمنته الشريعة من الكمال في جميع الوجوه ومن جميع الوجوه، وله أيضا رسالة مختصرة في كمال الشريعة وجمعها لجميع المصالح ودفعها لجميع المفاسد المضار وجعلها على 10 فصول، ذكر ما تضمنت به الشريعة من الأمور العظيمة. فهي قد أشارت إلى ما يتعلق في علاقة العبد بربه جل وعلا، وفي علاقة الإنسان بنفسه في معاملاته، وعلاقة الإنسان بغيره في معاملاته بجميع أنواعها، وفيها الإشارة إلى أحكام البيع والشراء وأحكام الأسرة والأحكام التجارية والأحكام الاقتصادية، وفيها الإشارة إلى السياسة سواء ما يتعلق بالسياسة الراعي مع رعيته
رعيته في داخل بلده أو سياسة الراعي مع خارج بلده. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام مراسلات وعلاقات مع الدول الأخرى المجاورة التي تسمى الآن سياسة خارجية، من عقد المعاهدة والهدنة والأمان والمفاوضات وعقود البيع والشراء وإعطاء الأمان وما يقع من الحروب وأحكامها وأحكام القتال والجهاد وغير ذلك، كل ما يتعلق بأمر الناس في الدين والدنيا فإن الشريعة قد تضمنته بنصوص تفصيلية أو نصوص إجمالية. ولهذا قال الصحابي توفي عليه الصلاة والسلام: وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر منه ذكر لنا منه خبرا. وهكذا، وإذا رأيت نظرت إلى الأصل الآن الذي جاءت به الشريعة وهو تحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وجدت أن هذا الأصل تستطيع أن تنزله في أي شيء. ولهذا إذا جئنا إلى أمر تنظيم أمور البلد أمور البلاد في كثير من المجالات، فنجد أن هذه التنظيمات يدل عليها هذا الأصل. لجئنا مثلا إلى قانون المرور وما يتعلق بإحكام مرور السيارات، فهذا لا شك أن فيه تنظيم أحوال الناس وفيه تحقيق لمصالح ودفع لمفاسد، فهذا مما تقدر الشريعة ومما تأمر به الشريعة، لأن الله جل وعلا أمر بالصلاح والإصلاح ونهى عن الفساد والإفساد، بل وجعل الفساد مما تكتسبه أيدي الناس من الجرم والظلم، وجعل الصلاح من الجزاء على الأعمال الصالحة، فهذا تقره الشريعة. ومثل هذا يقال في كل ما كان من هذا السبيل، بشرط أن لا يعارض الشريعة وأن لا يعارض الأصول العظيمة للشريعة. فإن جاء وقيل أن من تمام التنظيم خلط الرجال مع النساء في العمل وفي الدراسة والتدريس، أقول هذا عقلا أصلا لا يدل على ذلك أن هذا من تمام النظام، ثم إن هذا يخالف الشريعة لا تقره، يخالف الشريعة ولا تقره. فإذا ما من شيء إلا وتجد ما يشير إليه في شرعنا. ولهذا إنما التحاكم إلى الكتاب والسنة ما عداهما باطل وهو الطاغوت، فالتحاكم إلى غير شرع الله يعد تحاكم إلى ماذا؟ إلى الطاغوت بصريح الآية ونصها، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا به، قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا نظير هذه الآية، هذه الآية التي في البقرة. نعم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا من كفر بالطاغوت وآمن بالله قد تمسك بلا إله إلا الله، فالذي يزعم أنه يقول لا إله إلا الله ويحقق غاية التحقيق يلزمه ويجب عليه في الدلالة على صدق دعواه أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة. وهذا يدل على أن الزعم هنا هو القول الباطل الذي لا دليل عليه ولا حجة، يزعمون بالإيمان ولكن يتحاكمون إلى الطاغوت. والآية: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالذي يتحاكم إلى الطاغوت
لم يتمسك بالعروة الوثقى، لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهذا التحاكم دع إلى الطاغوت دليل على عدم تمسكه، وعلى أن دعوى إيمانه إنما هي زعم لا حقيقة له، وهو في تحاكمه إلى الطاغوت دائر بين الكفر الأكبر أو الأصغر، لا محال دائر بينهما. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والحال أن هذا في سعيهم للتحاكم للطاغوت إنما هو من إضلال الشيطان لهم، ويريد أن يضلهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يصرفهم ويحيل بهم ويميل بهم عن الحق إلى الضلال البعيد، والضلال غير الهدى، الضلال هو ضد الهدى. ما هو الهدى؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. فالهدى ضد الضلال، ضد الضلال، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهذا الضلال ضد الهدى. ما هو الهدى؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المؤمن حقيقة الإيمان فهو الذي قال فيه جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المؤمنون. وأما هؤلاء فإنهم لا يستجيبون، وقد يستجيبون إذا رأوا ماذا؟ الحكم يميل إليه، وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أفي قلوبهم مرض؟ مرض الشبهة؟ أم يرتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، الظلم الأكبر هو الكفر عياذا بالله جل وعلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون، يعرضون، يفرون، يستكبرون عن التحاكم إلى الكتاب والسنة لما في قلوبهم من المرض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا هم معرضون. والإعراض هو أن يولي الشيء ظهره، فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كيف هذا؟ كيف الحال لو أنه أصابهم ما أصابهم من المصائب وذلك بسبب ذنوبهم وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل، وعند ذلك يأتون مسرعين ويقولون إنما أردنا الإحسان والتوفيق، يعني نحن ما منا عن الكتاب والسنة اعتقادا وتركا، وتحاكمنا إلى هذا من باب أن نعتقد أن الحق فيه وأن صحة الحكومة فيه، وإنما ليس كذلك، وإنما أردنا الإحسان والتوفيق. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعتذرون في فعلهم هذا، وأنهم أرادوا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقاد صحة حكم غير الله ورسوله. ولو كان الأمر كذلك لتحاكموا الكتاب والسنة، كيف يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة ثم يدعون أنهم يريدون المصانعة ومداراة أهل الكفر؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هؤلاء ضرب من الناس منافقون، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية العبد والسلام. فقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ليس المراد أن غيرهم لا يعلم ما في قلوبهم،
بل يعلم كل شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن هذا في شدة التهديد، فيه شدة تهديد له. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فهو عالم ما في قلوبهم وبظواهرهم أيضا، وهذا فيه شدة تهديد وتقريع وتوبيخ لهم. فأعرض عنهم، الجزاء من جنس العمل، أعرضوا فأعرض عنهم، وعظهم أي انصحهم وانهاهم عما في قلوبهم من النفاق والشر والغل والظلم والزور والباطل، وقل لهم في أنفسهم أي سرا قولا بليغا، أي فيما بينك وبينهم قولا بليغا، بليغا حسنا، فيه رحمة، فيه تلطف، فيه لين سهولة، وهو بليغ حسن مؤثر يقع موقعه ويؤثر فيهم فيعظهم وينفعهم. نعم، هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كل ما يضعه الحاكم مما لا معصية فيه يطاع في جميع الأمور، فيما يتعلق بالتجارات والاقتصادات والاقتصاد والمال وحقوق المال، ما لم يكن هناك مخالفة للشرع فيطاع في ذلك، ويشمل ذلك ما ذكر السائل مما يتعلق بقوانين المرور وغيرها. أما السائل يقول الإفراط في السرعة هل يعد انتحارا؟ يقول الشيخ العثيمين أنه يعد انتحارا، الإفراط في السرعة يعد انتحارا. قال الشيخ العثيمين يعني أنه قد يعني يكون المستعمل لذلك مخالفا واقعا في نوع من المخالفة الشرعية، لأن الإفراط قد يؤدي إلى إهلاك نفسه، قد يؤدي إلى التهلكة، فينبغي أن يراعى هذا الجانب، أن يراعى هذا الجانب، ويعني يجتنب الإفراط في السرعة لما يترتب عليه من الأضرار. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.